بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة بداية بيان أحكام ما يسمى في عرفنا بالنظام الاجتماعي وأحكام الأسرة. وجملة أحكام الأسرة ونظام الزواج والطلاق وما يتفرع عنه من أحكام موجودة في سورة البقرة ثم في سورة النساء الكبرى والقصرى، وأحكام متفرقة في غيرها من السور، لكن جملة أحكام النظام الاجتماعي كما ذكرنا في هذا الموضع من القرآن العظيم. وكأمر عام يلحظ الارتباط الوثيق بين الأحكام الفقهية والأمور الإيمانية، فعامت هذه الآيات لابد عامتها وغالبها يختم باسم أو اسمين من أسماء الله الحسنى وتذكير بالإيمان بالله واليوم الآخر. وذلك أن أحكام الإسلام ليست مجرد قوانين تسن يلزم بها الناس دون وازع من داخلهم يتعلق بإيمانهم. وكثير جدا من العلاقات بين الأزواج وبين الأفراد بعضهم ببعض لا يطلع عليها إلا الله، والنيات كذلك لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وكثير من الأمور مبني على المقاصد دون أو في الأصل أن الأمور مبنية على المقاصد دون الأشكال. ولو أن الناس ألزموا بقانون لا ينبع أو لا يرتبط بإيمانهم واعتقادهم لترتب على ذلك أنواع من التحايلات والمجادلات بالباطل ومحاولة أخذ ما ليس للإنسان بحق من الطرف الآخر، وهكذا تتضاعف المشاكل وتتضاعف المنازعات والخصومات. فلو أن الناس حكموا شرع الله عز وجل بناء على ارتباط ذلك بإيمانهم، بناء على أن مراقبتهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى ليس فقط لما قد يترتب على مخالفة القانون أو النظام من عقوبات وإلزامات مالية أو بدنية أو غير ذلك، إذا طبقوا الأمر على أنه مراقبة لله عز وجل الغفور الرحيم السميع العليم العزيز الحكيم بناء على أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن ذلك يختلف تماما عن الحال الأول. سوف يترتب على ذلك قلة الخصومات. لا شك أن أمر الاختلاف بين البشر وارد، وبين الصالحين والصالحات، وأمر مبني على تفاوت العقول والطباع والعادات
يعني المستوى الاجتماعي وغير ذلك من أمور. فلا شك أن هذا الخلاف في دائرة الالتزام بمعاني الإيمان سوف يكون في أضيق الحدود، وسوف يقل جدا عن المجتمع الذي يطبق القانون لأجل أنه قانون، أو يلتزم بالأحكام دون أن يكون هناك ارتباط برقابة من داخل الإنسان واعتقاد منه بأن الله هو الذي يحاسبه، ومراقبة لله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته. ولذلك تجد كل هذه الآيات تختم كما ذكرنا بأسماء الله الحسنى التي ترتبط معانيها في قلب المؤمن بهذه الأحكام ارتباطا وثيقا. فقوله عز وجل للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وقال في خاتمة الآية وقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فلا يرد وهو يريد المضارة وإنما يرد وهو يريد الإصلاح. فهذا شرط في الرجعة الشرعية. وكذلك قوله عز وجل في خاتمة الآية والله عزيز حكيم، مع تقرير القواعد الكلية مثل قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه قاعدة كلية في سائر المعاملات بين الرجال والنساء، وكذا قاعدة وللرجال عليهن درجة، قوامة الرجل على المرأة. قال ابن كثير رحمه الله الإيلاء الحلف للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك معاشرة نسائهم. الإيلاء الحلف يقول فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة بالرجوع في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، حلف أن لا يجامع زوجاته شهرا عقوبة لهن على ما وقع منهن من مطالبة بما ليس عنده، كن يطالبنه بمزيد من النفقة ليست عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل عليهن شهرا. قال فنزل لتسع وعشرين وقال الشهر تسع وعشرون، كان هذا الشهر تسع وعشرين يوما، فبعد أن انتهى الشهر نزل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على نسائه. ولهما عن عمر بن الخطاب في البخاري ومسلم نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء الأربعة أشهر، إما أن يفيء أي يجامع وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا حتى إن أبى أن يطلق طلق عليه الحاكم لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، وفيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. يعني الأمة ليس لها حق في هذه المسألة، ولكن إن كانت تحتاج إلى إعفاف فإما أن يعفها بنفسه وإما أن يزوجها، هذا هو الصحيح.
فليس له أن يتركها وهي تخشى على نفسها الفتنة. الأمة لها حق في هذا، لكن ليس يلزم أن يكون من سيدها، يمكن أن يزوجها لغيره وتكون أمة عنده إذا كان لا يستطيع أو لا يريد أن يعاشرها. تربص 4 أشهر، يقول أن ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. وهذه الآية أصرح دليل على أن للمرأة حق في المعاشرة، ولها أن تطالب به ولا حرج عليها، ولكن اختلف العلماء في قدر ذلك. فمنهم من أخذ من هذه الآية أن حقها 1 مرة كل 4 أشهر، والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الأمر في ذلك مرده إلى قدر الحاجة والإعفاف، والله أعلم، فلا بد أن يعفها. ولكن هذا من أكثر ما تصبر المرأة على زوجها، وإن صبرت أكثر ما ذلك من ذلك فلها أن تصبر، هذا حق لها أن تطالب به. وأما إذا رضيت أن تصبر فلها ذلك، والله أعلى وأعلم. ومن هنا كان أمر من يسافر بعيدا عن امرأته، قيل هذه المدة وقيل 6 أشهر، فهذا لا يكون إلا برضا زوجته، لأن لها حق في العشرة. أو ينزل كل مدة، القول الآخر هو 6 أشهر ليس مأخوذا من الآية حكم الإيلاء والحلف، وأما ترك العشرة دون حلف فقد قدر قدره عمر 6 أشهر لما سأل أكثر ما تصبر المرأة على زوجها، لكن التقدير بالأربعة أقرب، الله أعلى وأعلم. فلها حق في ذلك، ولولا أن 4 أشهر التي ذكرها القرآن لها حكم في مثل ذلك حتى ولو كان بغير حلف لما وقف المولي، والله أعلم. الغرض أن من يسافر بعيدا عن امرأته أكثر من 6 أشهر أو 4 فلا بد أن يكون بإذن زوجته ورضاها بأن تصبر على ذلك، وإلا فمن حقها أن تطلب الانفصال إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة. يقول أن ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف، ثم يوقف يوقفه القاضي ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع، قاله ابن عباس ومسروق الشعبي وسعيد جبير وغير واحد، ومنهم ابن جرير رحمه الله. ونلحظ هنا الأدب العالي الرفيع الذي يؤدبنا القرآن به، فلم يذكر فإن جامعوا، إنما قال فإن فاءوا أي عادوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك من العشرة بالمعروف. يقول فإن الله غفور رحيم، أي لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين في حق المرأة، وكأن هذا فيه نوع تقصير، ولكن إذا رجع فإن الله عز وجل غفور رحيم. والقول ويمكن أن يكون المعنى أن الرجل لا يولي من امرأته، لا يحلف على تركها إلا لأجل معصية ومخالفة لأمره، فإذا رأى أن المدة كافية بعد ذلك ورجع فليعفو وليصفح، فإن الله غفور رحيم. فإن من صفح وعفى وغفر صفح الله عز وجل عنه وعفى وغفر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فيكون الترغيب للطرفين في مغفرة الله ورحمته، في أن الزوج إذا كان موليا حالفا أن لا يعاشر امرأته هذه المدة وكان مقصرا في حقها، فإن عاد خلال هذه المدة فالله عز وجل غفور رحيم. وترغيب للمرأة أن تعفو وتصفح،
وأنت يعني لا تشدد في هذا الأمر، فإن طباع البشرية يحدث فيها مثل ذلك، ولا بد من أن يحتمل كل طرف زلات الطرف الآخر، ولا بد أن يعفو ويصفح حتى تستمر الحياة. وعلى القول أو الوجه الثاني أن الترغيب هنا للأزواج، وهو أنه يغفر ويعفو ويصفح حتى يغفر الله له، أي عما كان من تقصير في حقه أدى إلى الإيلاء، والله أعلم. أما بعد الأربعة فإذا استمر الحال تحدث نفرة مستمرة على الدوام، فلا بد أن إما أن يرجع وإما أن يطلق. لا تستمر الحياة بنفرة دائمة، ولا تستمر بمقاطعة على الدوام وعدم عشرة على الدوام، ليست هذه الحياة الزوجية الشرعية التي يريدها الله عز وجل. يقول وقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي أن المولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه، ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، وقد ذكرنا ضعف الحديث وتأويله في المرة السابقة، وهو أنه يؤول على تركها يعني كفارة ذلك أن يتركها وأن يكفر عن يمينه، والله أعلم. وليس عليه إثم في اليمين التي حلف طالما قد كفرها. ويقول والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح، والله أعلم. نقول الإيلاء إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون محددا بمدة، فمن حلف لا يجامع امرأته وأطلق فيوقف بعد أربعة أشهر، وإذا فاء لازمته الكفارة لأنه حلف ألا يعاشرها وعاد وحنف في يمينه، فلا بد أن يكفر للأحاديث الدالة على لزوم التكفير مع الآية الكريمة فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وامتثال أمر الشرع بالفيئة إن لم يكن يريد الطلاق هو الخير بلا شك، ولا يجوز له أن يلج في يمينه وأن يستمر فيها. إن حلف على أكثر من أربعة أشهر فهو كما لو حلف مطلقا، لو آل أكثر من أربعة أشهر فهو كما لو حلف أن لا يعاشرها دون أن يحدد، يوقف أيضا بعد أربعة أشهر، وإما أن يفي وإما أن يطلق. أما إذا حلف دون ثلاثة أشهر فله دون أربعة أشهر استغفر الله فأما إذا حلف دون أربعة أشهر فله أن يبقى هذه المدة ولا كفارة عليه إذا رجع بعدها. لو حلف مثلا أن لا يطأها شهرا فاستمر على الشهر لا إثم عليه ولا كفارة عليه لأنه وفى بيمينه، حلف أن لا يعاشرها شهرا. فهذا التفصيل في حكم الإيلاء، والله أعلم. إذا رجع دون الشهر فعليه الكفارة، يعني إذا حلف أن لا يطأ شهرا فرجع قبل هذه المدة فعليه الكفارة. يبقى عليه الكفارة في حالة ما إذا آل إيلاء مطلقا أو آل أكثر من أربعة أشهر فعليه أن يفيء بعد أربعة أشهر أو يطلق، وإذا فاء في تلك الحالة فعليه الكفارة، أو إذا حلف وآل دون أربعة أشهر وعاد قبلها وفاء قبل أن تنتهي هذه المدة. وأما إذا حلف مدة دون أربعة أشهر ثم رجع بعدها فلا كفارة عليه. السيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تظن أنه قد نسي، فعندما قالت له إنك آليت شهرا فقال الشهر 29،
أن الشهر يكون 29. وكذا أم سلمة أخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آل من نسائه شهرا فنزل بعد أن مضت 29 ليلة، فذكروه خوفا من أن يكون ناسيا، ذكرنه خوفا من أن يكون ناسيا، فأكد لهم أنه أحصى هذا الشهر 29. وقوله وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقه، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيص بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي، يقولون تقع طلقة بمضي الأربعة أشهر، والصحيح أنه يوقف، لأن الله قال فإن عزم وإن عزم الطلاق، فهذا دليل على أن عزم الطلاق يقع بعد مضي الأربعة أشهر بعد التربص، والله أعلم. ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيع والزهري ومروان بن الحكم، وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول عطاء وجابر ابن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح. يقول طلقة بائنة لأن هذا تطليق للضرر فيقع طلقة بائنة، والصحيح في هذه الحالة والله أعلى وأعلم أن الحاكم يوقفه أولا، فإذا امتنع من التطليق أوقع عليه طلقة، والله أعلم. والظاهر في هذه الحالة أنها تكون طلقة يمكن أن يراجع فيها، لأنه إذا راجع فقد فاء، والله أعلم. يقول فكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة، أي من ساعة التطليق، من ساعة وقوع الطلاق، عند من يقول أن مضي الأربعة أشهر يقع بها طلقة فيتبدأ العدة من جديد، ليس أنها لأجل أنها مضت أربعة أشهر دون معاشرة تحتسب من العدة، كلهم يقولوا لا، تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق، وهو مضي أربعة أشهر عند من يوقع الطلاق، وعند من يقول لا يقع بل لابد أن يجبره الحاكم، فإن أبى طلق عليه الحاكم، فهنا يبدأ حساب العدة. يقول كل من قال إنها تطلق بمضي أربعة أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها، وهو قول الشافعي، وهو قول للشافعي، والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء، أخرجه البخاري، وهذا سند صحيح لابن عمر كما سمعتم رواه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت 11 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يوقف المولي، كلهم يوقفه، يفتون بأنه يوقف لا يقع طلاق بمجرد مضي المدة، بل يوقفه القاضي ويأمره إما أن يعاشر وإما أن يطلق، فإن أبى ذاك وذاك طلق عليه القاضي.
قال الشافعي وأقل ذلك 13، 13 صحابة. ولأجل ذلك رغم أن الآثار عن عمر وعثمان وعلي بأسانيد صحيحة، يعني عن 3 من الخلفاء الراشدين، ولكن لأجل أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وظاهر القرآن مع من قال أنه يوقف ولا يقع طلاق بمضي المدة، قال الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء ذلك. أبو حنيفة هو الذي يقول بمضي المدة يقع طلقه، أقل ذلك 13 اللي هو البضعة عشر، يعني في 13 صحابة. ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولي، في دي رواية أخرى يقول. ثم قال وهكذا نقول، وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الشافعي رحمه الله. يعني الرواية مروية عن هؤلاء الصحابة، عنهم روايتين. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. رواه الدارقطني من طريق سهل. قلت وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس، وبه يقول سعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وأصحابهم رحمهم الله، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول ليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود، وكل هؤلاء قالوا إن لم يفئ ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة، لأنه كما ذكرنا إذا رجع فقد ترك الإضرار بها، والله أعلم. والحاكم يطلق عليه في هذه الحالة، لأن من أبى أن يقيم الحق بنفسه أقامه عليه الحاكم، كالمفلس إذا أبى أن يبيع متاعه لسداد الديون التي عليه باع عليه الحاكم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مالا لمعاذ ليسدد ديونه، فالحاكم يبيع على المفلس ماله إذا أبى أن يبيع. يقول وانفرد مالك بأن قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهذا غريب جدا. الجمهور يقولون يراجع ويعاشر، وأما مالك فيقول لا تكون رجعة حتى يجامع بالفعل، لأن الرجعة في الأصل تكون بالقول وعلى خلاف في بالفعل. يعني كيف يراجع المطلق امرأته؟ الأصل في ذلك أن يراجعها قولا، لأن الله أمر بالإشهاد حيث قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فواجب الإشهاد، ومعلوم أن العشرة لا يقع عليها إشهاد بالقطع واليقين وبإجماع المسلمين، كيف يشهد الرجال أو الناس جماع الرجل ومرأته، وإنما يشهد على رجعتها بأن يتكلم ويتلفظ بلفظ الرجعة. والصحيح أن من جامع ناويا الرجعة قد راجع، ولكن راجع لغير سنة. والصحيح أنه يأثم بترك الإشهاد، ولكن قد وقعت الرجعة. الغرض المقصود أن قول مالك منفردا أن هذا النوع من الرجعة للمولي الذي طلق عليه القاضي لا بد أن يقع فيه جماع، وإلا لم يكن رجوعا. وبقيتهم يقولون إذا راجع بقوله فقد راجع، وهذا هو الصحيح، ويلزمه أن لا يضرها كما ذكرنا بترك عشرتها. يقول وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في الموطأ عن عمرو بن دينار قال خرج عمر ابن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه
وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. يعني زوجها كان في جهاد أو في غزو أو في سفر، فتقول أن الليل قد طال عليها وليس لها حبيب يعني تلاعبه، فلولا الله تقسم أنه لولا خوفها من الله ومراقبتها لله لا وجد أمر آخر من يعني فعل منكر. قال: فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها، فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. لابد أن يعودوا خلال هذه المدة، خاف سبحان الله في الجهاد في سبيل الله، وهناك من يعني لا يعبأ بذلك السنين الطوال، وهناك من يمنع الرجال عن نسائهم بالظلم والعدوان السنين الطوال، ونسأل الله العافية. دون أو ذاك قضية الحبس والسجن الطويل الأمد بهذه الطريقة ليس في الإسلام، إنما هو عند الأوروبيين وأمثالهم، يعني حبس بال25 سنة وال15 سنة ونحو ذلك، إنما حبس النبي صلى الله عليه وسلم في ليال في تهمة، ليالي فقط، اللي هم بيسموه عندنا بقى الحبس الاحتياطي، ولا يصل حتى إلى هذا الايه إلى هذا القدر. وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى بن عباس: وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما زلت أسمع من حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا، إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه طورا وطورا، كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه، لطيف الحشى لا يحتوي أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. رضي الله عنها، امرأة صالحة تخاف ربها وتستحي من فعل الفاحشة، وإكرام زوجها أن تنال مراكبه، أن يعني ينال أحد من عرضه. ثم ذكر بقية ما ذلك كما تقدم أو نحوه، وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. يبقى الصحيح في ذلك أنه يجعل 4 أشهر حق المرأة إلى 4 أشهر، لأن الآية ذكرت 4 أشهر، وفي روايات عن عمر أنه لما سأل حفصة فجعلها 6 أشهر، وهذا محمور والله أعلم على التراضي، يعني أن الغالب أنهم يرضون بمثل هذه المدة اليسيرة، ولكن إذا طالبت المرأة بعد 4 أشهر زوجها إما أن يعود من سفر مثلا فمن حقها، وإما أن يأخذها معه. ولذلك نحن نرى أن السفر الطويل للرجال بعيدا عن نسائهم ودون أن يصحب الرجل امرأة أمر مخالف للشرع، ومن أعظم أسباب الفساد في المجتمع، ومن أعظم أسباب الانحراف الذي يقع في البيوت. فلا ينبغي أن يسافر أن يتساهل الناس في مثل هذا، أن يسافروا للعمل السنة الكاملة ثم يرجع أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين ثم يتركها بقية السنة، فضلا عن حق الأولاد ونحو ذلك، فهذا أمر لابد من مراعاته. ولكن من مسألة التطليق إنما يكون إذا تضررت المرأة وطالبت، والله أعلم. من العجب أيضا أن أنظمة المخالفة للشريعة في بعض البلاد التي تمنع من اصطحاب الرجل لامرأته بزعم بقى الإجراءات ونحو ذلك، أو أن طبقة معينة من المهن ليس من حقهم أن يصطحبوا زوجاتهم، والله إن هذا لمن المنكر، وليس من حق ولي الأمر أن يمنع مسلما يقيم في بلاد الإسلام من أن يصطحب امرأته معه لأجل الإقامة أو غير ذلك، هذا من الظلم والعدوان، أن يلزمه بأنه
لا يذهب لامرأته إلا كل سنة مرة، هذا من الظلم والعدوان، ويعني ليس من حق أحد أن يفعل ذلك. لو كان سجنا في زمان من مثل زماننا لا يسمح فيه للرجل بمعاشرة امرأته، فمن حق المرأة أن تطلب الطلاق. يعني السجن الذي ليس فيه سماح بخلوة الرجل بامرأته في مكان آمن، المرأة من حقها أن تطلب الطلاق إذا زاد عن 14. الظاهر والله أعلى وأعلم أن تطليق الحاكم في الإلاء يكون كتطليقه هو، قام الحاكم بما يلزمه، قام الحاكم عنه وكيلا عنه بما يلزمه رفعا للضرر، وبالتالي فيقع كما يقع هو. نعم نعم، هناك صور أخرى بائنة مثل التطليق للضرر، مثل الضرب مثلا والشتم والأذى، فإن هذا تستحيل معه العشرة، لكن هنا كان التطليق للإلاء لأجل أنه ممتنع فقط من العشرة، فإذا أراد أن يعاشر فهذا يدل على أنه قد أزال الضرر، لكن إذا كان التطليق للضرر من أجل الضرب أو الامتناع من النفقة أو الشتم والسب بما استحالت معه العشرة، وهذا الذي تطلبه الزوجة، الطلاق للضرر في هذه الحالة يقع طلاقا بائنا والله أعلم، لأنه لو أتيح له أن يردها مرة ثانية دون إرادتها وقد تضررت من عشرته واستحالت العشرة، وإنما يطلق الحاكم إذا رأى الأمر كذلك، إذا علم أن العشرة قد استحالت بينهما لأجل ضرر الزوج لامرأته، فهنا يطلق عليه أيضا، لأن الحاكم يعني ولي الأمر في هذه الحالة، يكون وكيلا عنه في يعني إزالة الضرر، ويجب عليه أن يزيل الضرر، يجب عليه أن يزيل ضرر امرأته، فإن أبى قام الحاكم مقامه وطلق عليه، وهذه الآية دليل على هذا الباب، وهي أن الحاكم له أن يطلق في أحوال على الرجل ويقع طلاقا صحيحا. بعض الناس يعني يظن أن تطليق المحاكم مطلقا ليس بواقع لأن الرجل لم يتلفظ، ليس كذلك، فإذا كان تطليقا بحق كان نيابة عنه فيما يلزمه أن يفعله فيكون واقعا، أما إذا كان بباطل كما لو أقامت شهودا زور، شهود زور على أنه يضربها ويشتمها، فطلق الحاكم بناء على ذلك، طلق القاضي بناء على ذلك، لم يكن طلاقا شرعيا، وكانت امرأته في باطن الأمر عند الله عز وجل، ولا يحل زواجها من غيره لأنه كان بباطل. وأما لو كان بحق وقع فعلا كان يضربها حتى استحالت عشرة ضربا مبرحا، طبعا المقصود بذلك ضرب المبرح، أما الضرب غير المبرح للتأديب فليس في ذلك، لكن إذا ضربها ضربا مبرحا أو سب وشتم حتى استحالت العشرة، وليس لأجل أن أي واحد يخطئ خطأ تنتهي الحياة الزوجية، لكن هذا الأمر يقدره القاضي في استحالة العشرة بينهما لتكرار الأمر واستمراره وعدم إمكانية الوفاق بينهما، فإذا وقع الأمر كما ذكرنا بحق فكان ذلك تطليقا صحيحا، وكذا الامتناع من النفقة، إما أن ينفق وإما أن يطلق يتركها حتى تجد نفقة من غيره. طلاق للضرر لغير لهذه الأشياء طلاق بائن. أي ما كان، إذا كان في السجن وبينهما أولاد الأمر لا فرق، هذه قضية أخرى، قضية حقها في العشرة أمر يختلف من واحدة أخرى، سواء كانوا هناك أولاد أم لا، فمن حقها أن تطلب الطلاق، لكن إن صبرت فبها ونعمت، صبرت امرأة ربيعة شيخ الإمام مالك 25 سنة، رجع بعد أن يعني بعد 25 سنة في الجهاد، يبدو أسر انطلق في الغزو أيا ما كان، رجع وابنه الرضيع يعني رجلا وقف على الباب يمنعه من الدخول، فيقول هذا بيتي، يقول هذا بيتي لمن تدخل، وهو لا يعرفه، حتى خرجت المرأة فأخبرت
زوجها بأن هذا ابنه فصبرت جزاها الله خيرا. لكن هل هذا إلزام أن تصبر؟ هذا أمر لها أن تفعل، مع أنه أمر مؤلم لكنه من حقها. وقد يكون هناك ما هو أشد ألما وهو الوقوع في الفاحشة، فهناك درجات متفاوتة من الصبر. حتى لو كان مظلوما بالسجن لكن من حقها أن يعني أن تفارقه إذا أرادت ذلك، لكن كونها تصبر جزاها الله خيرا. كما لو أن المرأة إذا تأيمت على أولادها فصبرت حتى ربتهم كان ذلك لها ثواب عظيم عند الله عز وجل، ولكن أليس لها أن تتزوج ولا يعد خيانة لزوجها الأول؟ نعم هذا حقه إذا مضت العدة. قال تعالى: والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء. هنا عندنا مطلقات نوعان: مدخول بها وغير مدخول بها. إنه عشان كده ابن كثير رحمه الله بيبين التقييدات المفهومة من الآيات الأخرى. المطلقات المدخول بهن، وعندنا مطلقة من ذوات الحيض، المرأة التي تحيض، والمرأة التي لا تحيض، وهي إما صغيرة لن تصل سن الحيض أو يائسة من المحيض. فهنا حكم المطلقة المدخول بها من ذوات الأقراء. ذوات الأقراء أي ذوات الحيض، التي المرأة التي تحيض. أما المطلقة غير المدخول بها فقد بينت آية سورة الأحزاب أنه لا عدة عليها. المطلقة التي لم يدخل بها زوجها، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. فهذه الآية تبين أيضا معنى الدخول على الصحيح من أقوال العلماء، وهو أنه المسيس من قبل أن تمسوهن. والجمهور يقولون الدخول إغلاق الباب وإرخاء الستر ولو لم يمسها، والصحيح كما ذكر الله عز وجل: من قبل أن تمسوهن، والمسيس هو الجماع. ولا قائل بأنه اللمس، لا قائل في هذا الموضع بأنه اللمس، يعني ما حدش من العلماء اللي بيقولوا أنه إغلاق الباب وإرخاء الستر يشترط أنه يلمسها بإيده. لا، اللي بيقول إغلاق الباب وإرخاء الستر يقول كده حتى ولو لم يسها فعلا، يجعل مظنة الدخول دخول. والصحيح قول ابن عباس رضي الله عنه، وقول ابن الشافعي، وقول شريح القاضي، قال: لم أسمع إلا ذكر بابا ولا سترا، إذا لم يمسها فلها نصف المهر، لأن الله قال: من قبل أن تمسون. يبقى نقول طيب من غير ذوات الأقراء، من غير ذوات الأقراء، احنا قلنا ذوات الأقراء إما المرأة التي لا تحيض، حكمها بين في سورة النساء القصرى اللي هي سورة الطلاق، وهي قوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى احنا عندنا نوعين من المرأة التي لا تحيض، أو نقول ثلاث أنواع: المرأة الطفلة الصغيرة التي دون البلوغ، نمرة اثنين اليائسة من المحيض، نمرة ثلاثة الحامل. وهذا وصع أن الحامل لا تحيض شرعا وطبا، على الراجح شرعا ومقطوع به طبا، أن الدم الذي تراه الحامل ليس دم حيض، اختلف تماما عن دم الحيض. يبقى هنا الآية تتكلم عن حكم مطلقة مدخول بها من ذوات الأقراء، من ذوات الحيض، لأن يترقال هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الآئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت، يعني المطلقات هنا الحرائر أيضا. أما الأمة المزوجة فعدتها حيضتان،
يقول فإنها تعتد عندهم بقرآن لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض، مش هنعرف نقسم حيض واحد ونص فيكون اثنان، فكمل لها قرآن. ولما رواه ابن جرير عن مظاهر ابن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال الحافظ الدارقطني وغيره الصحيح أنه من قول القاسم ابن محمد نفسه، ورواه ابن ماجه في عمرو بن شبيب وعطية العوفي ضعيف، ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطني والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر من قوله، من قول ابن عمر نفسه. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابة مخلاف، يعني في أن عدة خلاف ده لا ليس إلا لأهل الظاهر فقط، وقد حسن هذا الحديث. فهذا الحديث يتقوى معناه من جهة أنه من جهة فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي لا يعرف في لهم مخالف من الصحابة، ومن جهة القياس في مسألة تنصيف الحد كما ينصف الحد، فكذلك ينصف حد الطلاق والعدة، والله أعلى وأعلم. يقول وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي فكان الإماء والحرائر في هذا سواء، والله أعلم. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر ابن عبد البر ابن عبد البر عن محمد بن سيرين، وبعض أهل الظاهر وضعفه. وروى ابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. غريب من هذا الوجه، الحديث فيه بعض الضعف. يقول وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين، أحدهما أن المراد بها الأطهار. الفرق في ذلك إذا قيل أنها تعتد بثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، فتبدأ عدتها من تاريخ الطلاق، فإذا حاضت مرة ثم مرة انتهت عدتها بأن ينزل الدم عليها في الحيضة الثالثة، يبقى هيمر عليها القرء الأول وهو الذي طلقت فيه، ثم القرء الثاني وهو الطهر بين الحيضة الأولى والثانية، ثم القرء الثالث وهو الطهر بين الحيضة الثانية والثالثة، فإذا نزل عليها الدم انتهت العدة ولم يعد عليها رجعة. إذا قلنا أن الأقراء هي الحيض فإنما تنتهي العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة. يبقى الفرق بين القولين في هذه المدة، وهي هل الحيضة الثالثة تعد من العدة فله أن يرجعها خلال هذه المدة دون عقد جديد، أم أنها انقضت بنزول الدم بانتهاء الطهر. فمن يقول هي الأطهار يقول تنقضي العدة بانتهاء الطهر الثالث ودخولها في الحيضة الثالثة بمجرد نزول الدم انقضت العدة. من يقول بأن القرء هو الحيض
وهو الصحيح يقول بل لا تنتهي العدة حتى ينقطع الدم من الحيضة الثالثة، وذلك سنذكر المرجحات. أولا نذكر أقوال من يقول من القرء هو الحيض الطهر. قال أحدهما أن المراد بها الأطهار. قال مالك في الموطأ لابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، انتقلت يعني بيت الزوجية، لأن يجب على المرأة وعلى زوجها أن تكون العدة في منزل الزوجية ولا تنتقل لبيت أبيها أو أهلها إلا إذا انقضت العدة، مش زي ما بيحصل عندنا مجرد ما يتخنق تروح على بيت أبوها فغضبها غضبانة أول ما تغضب من قبل ما يطلق. ولا يتصورون أبدا أنه يمكن أن تقضي فترة العدة في منزل الزوجية، والله هذا من أندر ما رأيت أحدا من الناس يعمل به، حكم عجيب، ملتزمين وغير ملتزمين، نادرا جدا ما وجدت من يلتزم بهذا الحكم، وهو أن تقضي المرأة العدة في منزل الزوجية، يقعدوا يتحايلوا يطلعوها يمين شمال لأي سبب حتى تذهب إلى بيت أبيها بعد الطلاق، ونسأل الله العافية. وذلك معظم الطلاق بيتم على الورق أنه بائن وحقيقته أنه رجعي، كل معظم لما يتم طلاق الأجان عاملينه طلاق إيه بائن، وأنه على الإبراء وما يكونش على الإبراء ولا شيء، يكون هي واخدة حقوقها كاملة، وهذا أمر لا يجوز شرعا ان هو يقولوا من هو طلاق ابرأته وهي ما ابرأتوش، دي واخدة حاجة وخدت المهر وخدت المؤخر وخدت القايمة ويمضوا ان هو طلاق بائن، وليس كذلك هو عند الله، هو طلقها برضاه برضاه هو وليس بمقابل، وبالتالي يكون هناك عدة يجب ان تكون في المنزل، وذلك تقع كثير من الامور المنكرة من ذلك، وهو ويحرم الناس الخير لأن وجودها في منزل الزوجية من أسباب الرجعة من أسباب عودة الحياة إلى مجاريها الطبيعية، فكان الأولى أن تبقى في منزل الزوجية. ما احنا بنقول نعلمه الشرع، ما الأحكام دي للعلم، يعني الأحكام دي أنا أقول كم من الناس من الملتزمين يعني سمعها وأسمعها الآن لأول مرة، فضلا ونقول كم ناس يطلق كميه كبيره جدا تطلق من ما فيهم ملتزمين، فهنقول له لا ده انت يلزمك ان انت تعرف احكام الطلاق، فانت لا يجوز لك ان تجامعها الا ان ترجعها بالشهود، نعلمه ذلك. وعلى اي الاحوال قد رجعت، حتى لو وقع جماع بدون شهود قد رجعت واثم هو وراجع لغير سنه، كما ان الطلاق يجب ان يكون على بشهود ايضا، ولكن يقع بغير شهود، يعني هو مش اول ما يتخانق معاها يقول لها ايه انت لازم يجيب شهود، ولا بد ان يكون ايضا في طهر لم يمسها فيه، علشان هي قضيه العده مبنيه على ذلك، مبنيه على ان الطهر الذي لم يمسها فيه هو الذي سوف يحسب من ضمن الايه العده عند من يقول انها الاطهار وعند الاخرين قطعا. قال انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم وتدرون ما الأقراء، إنما الأقراء الأطهار. هذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها ثبوتا أكيدا أن عائشة تقول أن القرء هو الايه الطهر، فلما طعنت في الدم لما دخلت في الدم نقلت بنت أخيها عائشة رضي الله عنها، كانت حفصة بنت عبد الرحمن بن بكر اللي هو أخو عائشة، يبقى دي بنت أخو عائشة، عائشة تبقى عمتها، فلما انتقلت لما دخلت في الدم نقلت. وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول بذلك، ده قول أهل المدينة، بيقول كل فقهاء المدينة يقولون القرء هو الطهر، يقولون ذلك، يريد قول عائشة، ده قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو الأمر عندنا. طبعا فترة العدة دي كما ذكرنا ربنا قال في كتابه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. يبقى لزوم منزل الزوجية، من حقه أن يرجعها بشاهدين دون موافقتها ودون عقد جديد ومهر جديد، وخلال هذه المدة عند طائفة من أهل العلم لها أن تتزين وتتشوف له، ويلزمه نفقتها باتفاق أهل العلم في فترة العدة لأنها في منزل الزوجية، وبينهما التوارث طالما لم تنقض العدة. هذه فرق أحكام مهمة من أحكام الإيه؟ العدة. يعني إذا مات أحد الطرفين في فترة العدة فكل منهما إيه؟ يرث الآخر. أمر الزواج في هذه الفترة موجود معلق. في بعض الأحكام تثبت له من خلاله وبعض الأحكام لا مختلفة. فبنقول إن هو إذا انقضت العدة صار الطلاق بائنا، أي فيه انفصال تام، وليس له أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. ومن أحكام الزوج مثلا إذا كانت المرأة التي طلقها طلق رجعية في العدة وكانت رابعة لم يرجع له أن يتزوج غيرها. يعني هو عنده أربعة نساء طلق واحدة منهن، دي مسألة دائما يذكرها، والرجل عليه عدة، هي المرأة عليه عدة، لا يجوز أن يجمع خامسة إلى زوجاته إحداهن في إيه؟ في عدة من طلق رجعي، لأنها ما زالت هناك أحكام زوجية قائمة. في أحكام معطلة وهي أنه لا يجوز أن يعاشرها حتى يرجعها، وعند من يقول الرجع بالفعل لابد أن ينوي الرجعة، وأما إذا عاشرها غير ناوي الرجعة فهو آثم إثما عظيما. إذا عاشرها وهو لا ينوي مراجعتها بذلك فقد أثم إثما عظيما، والبعض يجعله زانيا، لكنه ليس بزان في أحكام الظاهر، أعني في أنه يقام على عد اتفاقا، لأن هذا شبهة بلا شك. لا، لابد من نية. قال: وروي مثله عن ابن عباس، اللي هو أن القرء هو الطهس، روي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة. فقهاء المدينة السبعة كلهم يفتون بأن القرء هو الطهر، وهو مذهب مالك والشافعي، واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة عدا وفي الحي رفعة لما ضاع من قروء نسائك، يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت قروء نسائه، أي ضاعت أيام الطهر من نسائه، لم يواقعن فيها. مالا أنا عندي عدا ما أعرفش، أنا طبعا الشعر عندي ضعيف جدا، أضعف حاجة عندي الشعر. نعم، اللي هي إيه؟ صح، دي زيادة مهمة. يقول: واستدلوا عليه هؤلاء، استدلوا بقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها، ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة، وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها 32 يوما ولحظتان. يقول: لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13، وثلاثة عشر يبقوا، وأقل الحيض يوم وليلة يبقى 13 و13 وإيه 26 ويومين
واثنين يبقوا اثنين بيقولوا ان هي هما طبعا هو الكلام ده يرد عليه ان اقل الحيض هو ايه يوم وليله فالمفروض ان هو لكن الاغلب العام يجعلونه ثلاثه ايام فيقوم يحسبها على هذا 26. طبعا هو القول ده اكبر ماخذ عليه انه ليس امراه تطلق على ذلك لثلاثه ليست تعتد بثلاثه قروء صحيحه ابدا ده هي لابد ان يكون قران وجوء وبعض الثالث ويمكن ان يكون هذا البعض لحظه يعني قال لها انت طالق في اخر الطهر قبل ان تحيض فنزل الدم عليها احتسب طهرا يبقى كده اتحسب ايه قرء كامل لحظه واحده اتحسبت ايه عشان كده يقول لحظتان اللي هي اللحظه الاولانيه قبل ما يقول لها انت طالق قال لها انت طالق وقعدت لحظه ونزل الدم كده طهر وبعد كده اللحظه الثانيه عشان كده يقول لحظتان اللي هي نزل فيها الدم من الحيضه الثالثه ثاني نقول هم قالوا ليه لحظتان علشان هو يمكن ان يطلقها في اخر الطهر في اخر الطهر قبل ان تحيض فلما قال لها انت طالق ولحظه نزل الدم فصار هذا قرئا كاملا محتسبا اللي هي اللحظه دي وبعدين هتعتد بقى كمان طهر وكمان طهر فاذا نزل الدم من الحيضة الثالثة اللي هي بقى اللحظة دي لحظة نزول الدم هي اللحظة التانية عشان كده قالوا لحظتين في الحقيقة هم طهرين وبعض الثالث ومهما كان فإنه لابد أن يطلقها شرعا في طهر لم يمسها فيه يبقى لازم تكون طهرت من الحيضة فيترتب على ذلك أن كلمة ثلاثة قروء عمرها ما تتحقق على الحقيقة على الظاهر أبدا بخلاف لو قلنا أن الأقراء هي الحيضات فهتبقى ثلاث حيضات كاملة فعلا لأن بمجرد انقطاع الدم قد اكتملت الحيضة الثالثة ده هي هتتطلق في طهر لمن يمسها فيه هتبدأ عدتها وتبدأ تحتسب أول قرء هو الحيضة الأولى كاملة والحيضة الثانية كاملة والحيضة الثالثة إيه كاملة بعد أن ينقطع الدم هنا تكون قد إيه قد برئت ما يلزمش ثلاث شهور بقى ده ممكن تقعد سنتين ايوه ممكن يعني افترض امرأة ترضع ولا تحيض ماشي كده هي اصلا ممن يحيض ولكنها ترضع طفلها فبقيت على ذلك ولم تأتيها العادة ولكنها ممن يحيض ليست يائسة وليست حاملا وبالتالي فهي ايه من ذوات الاقراء يبقى تنتظر ولو قعدت هذه المدة لو ان امرأة على سبيل المثال عدتها عادتها انها تأتيها الحيض كل ستة اشهر يبقى خلاص كل ما كل مره منهم بحيضه واحده بترضع نظيف زي ما بيقولوا خلاص تستنى لغايه ما تحيض هذه ليست ممن يائست من الايه من المحيض تنتظر ينتظر زوجها وينفق عليها طول هذه المده طلقها في الحيض بقى الطلاق البدئ المحرم لانه كده هيطول عليها العده الذي طلق في الحيض ليه تطلق ده طلقوهن لعدة انه كده لابد وان تنطلق الحيضة دي لن تعد شيئا الحيضة التي طلقها فيها لن تعد في العدة ولابد ان تنتظر ثلاث حيضات غيرها فيكون قد ظلمها بطول العدة ويقع الطلاق بلا تردد يقول القول الثاني ان المراد بالاقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة زاد آخرون وتغتسل منها الصحيح إن لا إنها بمجرد طهرها وليس الاغتسال يعني لو هي أخرت الغسل يبقى العدة قائمة لا لكن ده قول البعض لكنه مرجوح لأن القرء هو الحيض وقد انقطع الدم فانقطع الحيض فالشرع علق على أمر معين وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها 33 يوما ولحظة اللحظة اللي هي بتاعت انقطاع الدم قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد وضعت مائي وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي وضعت ماءها لإيه تغتسل عشان تغتسل ونزعت ثيابها ورغبها لكي تغتسل من الحيضة فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود ما ترى
قال أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر وأنا أرى ذلك، اللي هو ده دليل بتاع تغتسل دي يعني انتهت. يقول وهكذا، هكذا بقى اللي هو القول اللي هو الحيض ده الجزء الأخير، ده الجزء بتاع الغسل بس. قال هكذا اللي هو بيقصده هكذا اللي هو أن القرء هو الحيض، روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخرساني أنهم قالوا الأقراء الحيض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابي وأصح الروايتين على الإمام أحمد بن حنبل. وحكى عنه الأثرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، الخلفاء الأربعة. وده دليل مهم قوي على أن الجمهور لا يرى إجماع الخلفاء الأربعة إجماعا طالما هناك خلاف بين الصحابة. يعني أدي الخلفاء الأربعة بيقولوا الأقراء الحيض والجمهور يخالفهم، مالك والشافعي ورواية عن أحمد بيقولوا أن الجمهور أن أنه الطهر. وعائشة رضي الله عنها، وطبعا اللي بيخلي الأئمة دول كده قول عائشة خصوصا، لأن عائشة وابن عمر خصوصا، لأن عائشة يعني من شدة ملازمتين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. لكن الصحيح الذي أدين الله به قول الخلفاء الأربعة لما سيأتي من الأدلة. ها مسألة دي عجيبة في شدة الاحتياج إليها ووقوع الخلاف فيها، والخلاف من عصر الصحابة كما تسمعون، من وبين كبار من الصحابة المفتين المجتهدين في تفسير معنى القرء، لأن القرء أصلا في اللغة العربية كلمة مشتركة بين الطهر وبين الحيض، من الأضاد، من الأضاد يعني أن الكلمة التي تستعمل في الأمر وضده، تستعمل في الطهر وتستعمل في في الحيض. الصحيح أنه الحيض، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أنا أرجح قول الخلفاء الأربعة طبعا، مع أنه ليس إجماعا، ولكن والأجل أدلة أصلا أصح الأدلة معهم، يعني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، يعني استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم للقرء أكثر في الحيض. أو ما عندناش أصلا حديث يستعمله في الطهر، عندنا أبيات شعرية تدل عليه، فهنقول لسان الشرع استعمل القرء في الحيض أم في الطهر، فنقول استعمله في الحيض. ثم ظاهر القرآن أنهم ثلاثة قروء، لا قرآن وجزء الثالث، فحتى يكون الكلام على ظاهره أنه ثلاثة قروء لا يمكن أن تحمل إلا على الأطهار على الحيض. هذا المذهب مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرومة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. لنا تفصيل إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم. هذه علوم واجبة على كل زوج وزوجة، لأن كل منهم معرض أن يطلق أو يطلق، أو على الأقل يعني إذا طلقت المرأة بأصبح فرض عليها تعرف كل الأحكام دي مرة واحدة، فعشان كده لابد أن أن تتعلمها. فرض عين على كل يعني مطلق ومطلقة، أو مطلقة أقصد استغفر الله، مطلقة أن يتعلموا هذه الأحكام. مش كفاية موبايل وموسيقى كمان؟ امرأة حاضت حيضتان ثم غابت الحيضة الثالثة فأخذت بعض الأدوية لكي ينزل الدم، هل هي آثمة بذلك؟ إذا نزل الدم فقد انتهت العدة. كونها تأخذ دواء يرفع الحيض أو ينزله لو لم يكن مضرا لم تكن آثمة، والله أعلم. السلام عليكم وبركاته. إذا طلقت المرأة أثناء الحيض طلاقا بدعيا محرما آثما فيه الزوج، ماشي كده، كيف تحتسب العدة؟ تحتسب بعد هذه الحيضة، تكون الحيضات الثلاث بعد هذه الحيضة، ولذلك هو ظلم لها أن تطلق في الحيض لأنه طول عليها العدة، هيخليها في الحقيقة ثلاثة وبعض الثالث،
وبعد الرابع، لان في حيضة وقعت فيها الايه التطليق، وقع فيها الطلاق، مش هتحسب شيئا عشان حديث اللي هو جابر انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض ان يردها، ولم يعدها شيئا، لم يعد الحيضة شيئا في العدة، وبعدين ثلاث حيضات تانيين، فهنا طلقها ليس لعدتها، طلقها قبل عدتها، هتبدأ تعد بعد ذلك. إذا طهرت ولم تغتسل بعد وطلقت قبل الغسل، إذا طهرت ولم تغتسل وطلقت قبل الغسل تحسب العدة كالمعتاد، سوف يكون هذا الحيضة الأولى هي التي تكون تالية، وهذا طلاق سني صحيح. إذا انتهت حيضتها فطلقها زوجها قبل أن تغتسل تحتسب عدتها من تلك اللحظة، وثلاث حيضات بعد هذا الطهر. امرأة في عدة زوجها من الوفاة، هل يجوز أن يلقح بويضتها بحيوان منوي منه قد أخذ قبل ذلك؟ لا يجوز ذلك، فإنها علاقة المعاشرة الزوجية تنتهي بالموت، فلا يجوز له أن يطأ زوجته المتوفاة، وإن جاز أن يغسلها، ولا يجوز أن يوضع حيوان منوي ولا أن يدخل ذكره في فرجها، وهذا حكم إدخال الحيوان المنوي بعد الوفاة. العشرة الأموات لا تجوز، وهذا في أصبح ميتا، فإدخال الحيوان المنوي الحي منه بعد وفاته بمنزلة معاشرة الأموات. نعم، لا طبعا يستنى حي الحيوان المنوي، ده تحط في بنوك الحيوانات المنوية يقعد سنين، ده دلوقتي ممكن يقعد سنوات طويلة جدا. ايه ايوه نعم، بس هو ممكن يكون محفوظ مثلا بسبب من الاسباب ان هم كانوا بيعدهم لتلقيح صناعي، فحطينه في معامل معينة بدرجة حرارة معينة يمكن ان يحفظ بيها، جه الراجل مات، هي عايزة تاخد الحيوان المنوي ده تلقح في فترة العدة، لا ليس ذلك، لا يجوز ذلك. ركب القطار كذا مرة ولم يحضر الكمسري لأخذ الأجرة، تصدق بالأجرة أو انزل اقطع تذكرة من الشباك، شباك التذاكر يعني، اضحكوا عليه. ايه او يقطعها. إذا كانت المعيشة مع زوجها في حجرة واحدة فقط، ماذا تفعل المرأة في انقضاء العدة؟ ينصرف هو اللي يخرج، لأنه هو المكلف أن يوفر لها مسكن زوجية ومسكن تقضي فيه العدة، اللي هو مسكن الزوجية، وربنا سمى بيتها، قال لا يخرجهن من لا لا لا, لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، هو اللي يروح يدور على مكان بر. هل الواجب في الجلباب أن يكون مغطيا للقدم؟ نعم، حتى يغطي البدن كله، وإن كان بجورب فقد قام مقامه، الله أعلم. حكم العمل في تجديد البنك، الظاهر أنه بيعمل مبيض أو بناء أو نحو ذلك، المال الذي أخذه يستحقه لأنه يبني لكنه محرم، يبني بيت دعارة، أيجوز؟ البنك شر من بيت الدعارة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا شر من 36 زنية، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. فإعداد المكان الذي يتعامل فيه بالربا، البنك الربوي، لا يجوز مع كونه يأخذ هذا المال. حكم ارتداء المرأة للبنطال الضيق في البيت أمام الأب والأم والإخوة وأمام الزوج، هل هو تشبه بالرجال؟ وكذا لو بدأ أو ظهر شيء من الصدر أمام الإخوة، لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الضيق أمام أحد غير زوجها، لأنه يجسم الفخذ، والفخذ عورة باتفاق العلماء عن هؤلاء جميعا، عورة لهؤلاء جميعا إلا الزوج، ولو الأبناء ولو الأم ولو النساء، لا يجوز أن تلبس بنطلون الاستريتش خصوصا أو البنطلون الضيق عموما الذي يجسم الإلية والفخذ
أمام هؤلاء. والصحيح أن عورة المرأة مع أبيها وأمها وأخيها وأختها ونسائها غير الزوج حتى أبنائها هو ما يظهر غالبا، وهما الذراعان والساقان والشعر والرأس عموما والعنق والصدر موضع القلادة، الجزء من الصدر موضع القلادة. أما الصدر الذي هو الثدي فلا يجوز أن يظهر أمام أحد حتى النساء، أما الصدر الجزء الذي تضع فيه العقد هو الذي يمكن أن يظهر. أما أنه تشبه بالرجال فلا، لأن هذا من الثياب المشتركة، وقد ورد في صحيح البخاري عن عائشة فيما تلبسه المحرمة وتلبس ما شاءت، وذكرت من ضمن ذلك وسراويل. حكم إخصاء الجدي عند طبيبة بيطرية ما إعطاء بنك، لا حرج من ذلك. إخصاء الجدي وكذا أي الحيوانات التي يراد لأجل السمنة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين موجوئين. شخص قال يحرم علي لن أفعل هذا الشيء ثم فعل، عليه كفارة يمين. في حديث ابن عباس تحريم الرجل امرأة يمين يكفرها قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحرم ما أحل الله لك، وإن كان ورد في تحريم المرأة إلا أنه ينطبق أيضا ينطبق على أي تحريم لكل ما أحل الله. ها؟ نعم شيء؟ إيه؟ خصاء البهائم إذا كان لغرض شرعي وهو السمنة، الظاهر إن من النهي عن ذلك من أجل يعني منع النسل وليس لأجل السمنة الغرض مقصود. غير هو بيتكلم قال لي يحرم عليا وخلاص، ما قالش يحرم عليا زوجته، السؤال ما كانش فيه ذكر الزوجة، يحرم عليه شيء معين. إذا قال لامرأته أنت علي حرام فهذا الذي يسأل فيه عن نيته يقصد الطلاق فيقع طلاقا، لا يقصد الطلاق يقع يمينا. يسأل عن مصرع أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه ويرحم كل المجاهدين، حتى لو كان هناك أخطاء، لكن لا يوجد مسلم يفرح بقتل كافر لمسلم. يعني لو الأمريكان قتلوا الشيعة هنفرح هنا؟ لا والله، ما نفرح بقتل مسلم أي ما كان، ففضلا أن يكون الخطأ في وسيلة مثلا معينة مثل قتل مثلا بعض الناس بطريقة غير شرعية، لكن هذا لا يجعل الإنسان يفرح بقتل مسلم أبدا. المسلم يعني دمه عظيم عند الله عز وجل، فضلا عن أنه كان يجاهد الكفار. امرأة زوجت نفسها بعقد زواج عرفي بدون علم والدها وليها بدعوى أنها ثيب، ولأنها إذا تزوجت بدعوى أنها ثيب، ولأنها إذا تزوجت عندما أذون بعقد موثق سوف تحرم من المعيش، فهل هذا العقد يمكن أن يكون صحيحا إذا علم وليها ورضي بذلك؟ لا، لا يصح حتى يجدد العقد، هذا عقد باطل، لابد أن يزوجها وليها بصيغة التزويج مرة ثانية. وإذا كانت لا حق لها في المعاش وليست فقيرة فلا يجوز لها أن تأخذ هذا المال. كان يصلي العصر الآن في الجماعة وجاءت آية سجدة، هل يسجد؟ لا يسجد، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، إذا سجد فاسجدوا، يبقى إذا مفهومه إذا لم يسجد فلا تسجد. أحد الأفراد لديه بعض الأموال يريد استثمارها، وجد أحد أصحاب المحلات التي تتاجر في الأقمشة عرض عليه أن يستثمر هذا المبلغ مقابل ربح شهري محدد، هذا التحديد من جهة صاحب محل الأقمشة، هل يرفض هذا الشخص هذه الأموال صاحب الأموال أم يتفق معه على عدم التحديد؟ هل هذا التحديد يسمى ربا؟ هذا التحديد شرط فاسد ويلحق هذه المضاربة الشرعية بالربا، لأنها تكون مضاربة فاسدة، مضاربة غير الشرعية أقصد، يلحق هذه المضاربة
أن تكون مضاربة فاسدة يلحقها بالربا، لأنه بمنزلة ضمان مبلغ ثابت كالقرض الربوي، فيلزم أن يتفق معه على نسبة محددة من الربح، لا يجوز غير ذلك. السنة في الطلاق أن يطلق في كل طهر طلقة واحدة، لا يطلق أكثر من طلقة في طهر واحد، فإن طلقها أثناء العدة لاحقها الطلاق، إن كان في طهر جديد لم يأثم، وإن كان في نفس الطهر الذي طلقها فيه أول مرة أثم ووقع الطلاق ثانية. يعني قال لها أنت طالق وسكتم وجم يقعدوا بعد كده يتصالحوا يتخنقوا في القعدة بعد يومين ثلاثة، قال لم طلقها تاني تبقى طلقة تانية. لا، إذا وصلوا الثلاثة بقى بينهم كبر. نعم، لا الرجعة ما وقعتش ولا يلزم. مش أنا بقول لو مات الزوج المطلق الطلقة رجعية يورثوا بعض، فكذلك يلحق الزوجة الطلاق والإيلاء والظهار. يعني لو لا أنت طالق ومحرم عليه زي أم أخته على نفسه، يعني يبقى لاحقها ذلك ليه؟ الظهار، مع أنه مطلقها لكن المطلقة الرجعية إيه؟ زوجة. ماشي، زوجة موقوفة زي ما قلنا، الزوجية موقوفة، بخلاف ما لو كانت الطلقة الثالثة، أو لو قال لها أنت طالق وهو كان ما دخلش بيها وبعدين قال لها محرم علي، ما وقعش ظهار عليه إلا لو عقد عليها من جديد وأراد أن يعاشرها، يبقى يلزمه ليه؟ كفارة الظهار. طلاق في مجلس واحد بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، وأما إذا كان بألفاظ متفاوتة فإن قصد التأسيس طلاق جديد تجديد الطلاق فطلاق جديد. يقول جاء في مقالة فكر ديني في جريدة الأهرام اليوم قولهم أن عقيدة الولاء والبراء عمل قلبي. هو الواحد يعني عمل قلبي فقط ولا لا يظهر للناس، وأن الجهاد فرض للدفاع فقط لا للطلب. طبعا كلام باطل، لكن الحقيقة أنه حسن أن يقولوا عمل قلبي. ياريت يقولوا أن الإنسان ما يعتقدش صحة أديان المخالفة للإسلام، ده هم ليل ونهار بيقولوا الأديان الأخرى صحيحة. فهذا أنا يعني رغم أنه كلام باطل قطعا، فإن النصرة من أوضح معاني المولاة. إزاي نقول إن, 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 إن المولاة عمل قلبي؟ طب اللي خرج يقاتل في صف الكفار أليس هذا مواليا للكفار؟ المتابعة على الباطل أليس هذا من ضمنه الأعمال الظاهرة؟ التشبه من ضمن معاني المولاة، أن يقول عمل قلبي فقط كلام باطل قطعا، ولكن أصله أعمال قلبية، أصل الولاء والبراء عمل قلبي فعلا، لكن لا يلزم من ذلك أنه لا يوجد أعمال أعمال ظاهرة. وقال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، والرسول لم يقل أنشق عن قلوب الناس، ولكن إيه قال فترى لأن دي حاجة ظاهرة في الآية الكريمة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في اليهود والنصارى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا هناك موالاة ظاهرة. قال عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. منافقين بمولاء بخروجهم في صف الكفار. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. لماذا دخلوا النار؟ لأنهم والوا الكفار. استنى شوي. أما قولهم أن الجهاد فرض للدفاع فقط فما يصنعون بقول الله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقولوا رواية مكذوبة، حديث متفق على صحته. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق على صحته، يقول عليه مكذوبة.
أعوذ بالله. ده من أعظم الباطل والضلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخرج لوحده ولا كان بياخد الصحابة معاه؟ يعني الصحابة الرسول أمرته أن يقاتل الناس، هيخرج لوحده في معركة خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده ولا كان الصحابة معاه بيقاتلون معاه؟ يبقى إزاي يبقى خاص بقى؟ هو القتال عمره يبقى خاص؟ ده لابد أن يقول. طيب سيدنا موسى لما ما رضيوش يخرجوا معاه قال ترك الجهاد لأنه ما يقدرش يعمله، قال إني ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يبقى إزاي خاص بالرسول والصحابة معاه؟ ومين اللي عمل الكلام ده؟ والصحابة راحوا ليه قتل الروم والفرس وراحوا لغرض الصين ولغاية الأندلس؟ راحوا ليه؟ عشان الرسول كان خاص بيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إليك المشتكى يا رب، والله نشتكي إلى الله عز وجل هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله. الله، ده الحكاية النهاردة إيه الحكاية؟ لا حول ولا قوة. الأخوات يشتكين من كثرة الكلام مما يتسبب في عدم استطاعة السماع والتركيز، حتى أن هناك من تقرأ قرآن أثناء الدرس والأفضل سماع. طبعا بلا شك نريد أن نفهم القرآن، ما القرآن اللي جاي تقرأ قرآن ما تقرأ في مكان آخر، لا نمنعها من ذلك، لكن لا ترفع صوتها تمنع انتفاع بفهم القرآن. نحن نقرأ القرآن، الحديث يقول يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم، مدرسة القرآن هي التي لا يستطيعها عامة الناس. أما القراءة فيمكن أن يقرأ الإنسان في أي وقت، أما مدرسة فهم الآيات وما يترتب عليها معرفة أحكام القرآن هو المهم الذي لابد أن 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 يعني أن نقدمه على غيره لا شك. فضلا بقى عن الكلام في الإيه، الكلام في الرغي، هذا أمر الدرس ده مخصص أساسا للأخوات. فالله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تحفيظ القرآن الكريم في المسجد بمقابل مادي؟ أنا لا أحب ذلك، يجعل اختياريا لا إلزاميا. أما إذا كان خارج المسجد فلا بأس. هل التصدق على الميت بعد وفاته يصل ثوابه ثواب الصدقة؟ نعم. السلام عليكم وبركاته. حديث عهد بالالتزام، منذ أشهر كان لا يترك درسا ولا مجلس علم، ويحضر ويصوم ويقوم من الليل ويحفظ ورده من القرآن، ثم إنه فجأة أكثر من المباحات مع زوجته وأولاده، فإذا به يفرط في الطاعات ثم تراخى في الفرائض، وكذا عدم حضور دروس العلم. أسأل الله العافية. اجتهد في الدعاء وابتعد عن فضول المباحات، فإنها كانت سلما إلى ترك المستحبات ثم ترك الواجبات. عد مرة ثانية ولا تيأس من رحمة الله عز وجل، ولكن إياك أن يعني تستمر وتتمادى، فالإنسان قلبه يتقلب. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وعليك بالصحبة الصالحة، أهم شيء مصاحبة الصالحين، ملازمة يعني دروس العلم من أعظم ما يعينك على يعني الطاعات. والله المستعان.